زي ما انتوا عارفين ان حساب الساكورة كان مهجور ومش مشحون فيه حاجات كتير، واللي بحاول اعمله من ساعة ما رجعت للحساب ان اطوره واحرق فيه كل حاجة عشان محدش يتنمر عليا وعشان ابسطكوا انتوا عشان بتحبوا اطور من الحساب معاكوا. والنهاردة نزل حضنة جديدة جامدة جدا وانا قررت ان احرقها، بس المشكلة مش هنا، المشكلة في عدد الجواهر اللي حرقتها دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد من قناة ريزوس جيمنج. ونرجع رجع بقى فيديو جامد جدا، عشان فيديو النهاردة رجعنا لحرق وتطوير حساب او اكاونت ساكورة الغلابة، الحساب اللي بدأنا فيه من الصفر مع بعض لحد ما هنوصله لأحسن الحسابات في السيرفر اللي احنا فيه. والنهاردة هنحرق الحضنة الجديدة وهنحرق كمان اسلحة كتير جديدة وحاجات كتيرة نزلت جديد في اللعبة. وزي ما انتوا عارفين ان ساكورة الغلابة في الحرق وفي الشحن ما عندوش يا مرحميني، وليه طريقة خاصة بغض النظر عن كل اليوتيوبر وكل الناس اللي بتحرق في اي حتة وفي اي لعبة. فعايزكم تتفرجوا على الفيديو من اوله لاخره وتحطوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تنضموا لاحلى جيش غلابة بيتغابة في الدنيا. وانتوا بقى ايه بقى يا احلى جيش غلابة؟ ما عندكوش حجة، انا بنزل لكم فيديوهات كل يوم، بس ده مش عشانكم على فكرة، عشان انا كل يوم بستنى الساعة 9 تيجي عشان اقعد قعدتنا الحلوة مع احلى جيش غلابة واقعد معاهم. يعني زي ما انتوا بتتبسطوا انا كمان بتبسط، فدي حاجة بتبسطني ان انا بقعد معاكم واشوف كومنتاتكم وبتكمل ملو يومي. يا احلى ناس في الدنيا، يا احلى ناس حصلت في حياتي، يا اللي رزقي في الدنيا، انتوا رزقي في الدنيا، بحبكم قوي يا احلى جيش غلابه. مش عايز اطول في المقدمه وعايز ادخلكم على الحرق واللي هيحصل في فيديو النهارده عشان مش هتتوقعوا ايه اللي هيحصل. المهم يا جدعان يلا بينا، عشان دلوقتي متحمس جدا وساكوره الغلابه داخل يحرق ويكسر ام المتاجر كلها وكمان الحضنه والكلام ده. بس دعوه بالله يا رب يا رب الحماس ده ما يروح في 60 داهيه، يا رب كتر من احجارك، يا رب كتر من احجار ام اللعبه دي، ويا رب يكتر من المخططات بتاعت اللعبه. كل يقول امين يا جدعان، كل يقول امين ورايا، عشان النهارده انا بصوا لو حظ حلو انا هظبطكم، لو حظ حلو انا هظبطكم، وكمان هنجرب جليتشات مع بعض كده وروقان بص جمدان. دخلني على اللاكي رويال، دخلني على اللاكي رويال. انا مش عارف يا جدعان، انا مش عارف انا مالي، انا لما بتحمس كده وبتكلم معاكم بتغابه كده بتغابه. سيبك بس من ده الاول، وريني كده بس ايه من اول هنا، تمام؟ ده احنا مش عايزينه وده مش عايزينه، الحاجات دي مالهاش 30 لازمه، وده برضو احنا مش عايزينه عشان ده في بنات وحاجات كده. المهم خلينا من اول هنا، الدايموند رويال برضو بتاع بنات، وريني كده انا البتاع ده. طب هنا ناقصني ايه؟ هنا ناقصني عشان تخش على الحضنه متحمس، ده انا ما جبتوش. احنا ممكن نجيبوه اول حاجه ده 10 لفات يا معلم، لسه نخش على الحضنه ما تخافش. بس ايه بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بس 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 هكلم حد يكلم حد يكلمني يا باشا، انا حظي جامد. ايه ده؟ ومجالوش كله، جالي فوق بس. ايه ده كده جالي كله يا جدعان، كده جالي بنطلون صح وجالي ده، يبقى جالي كله صح. ماشي ماشي ماشي، واحده كمان عشان جالنا الجزمه دي بقى ايه لاجل سكوره الغلابه والجيش الغلابه كله، واكيد هيجي لنا حاجه جامده. ما جالناش اي حاجه، انتوا حظكم زي الزفت الله يخرب. 10 لفات كمان ومن اجل كل جيش الغلابه ما جالناش اي حاجه. طب بسرعه 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 عشان بزهق من ديها، دي بزهق من ديها. اهي قلت لكم لاجل ساكورة الغلابة، لاجل ساكورة الغلابة يبقى يجي لنا السكن جامد، يجي لنا السكن كله بأقل لفات، أقل لفات يا باشا، أقل جمدان. دخلنا على الويبون، إيه ده؟ إيه ده؟ أول مرة أشوف ده، أول مرة أشوفه، نزل إمتى ده يا جدعان؟ ده السكن الجديد السلاح الجديد. طب حلو، حلو قوي الكلام ده. اهو يا جدعان اللعبه بتنزل لكم حاجات بالويبون ومش عارف ايه وسكنات جامده باللي هي مش بفلوس، يعني مش تعرفوا بس ان اللعبه فاهم بتروق عليكم الكلام وبتروق عليكم التظبيطات. ماشي يلا 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 لفه كمان يا رب بقى، ده بقى لو جالب بتسع لفات بس احيي انا هتبسط انبساط. يلا يلا يا فري فاير، يلا يا فري فاير، فرحي كل الغلابه وكل الناس الجامده جدا، فرحي. دي بقى الاجل ايه بقى؟ الاجل انا، دي الاجل انا ما جاتش، دي الاجل كل واحد عمل كومنت. يلا يلا لاجل كل واحد عمل كومنت. ايه ايه قنبله قنبله ايه كومبليتي كومبليتي يا فري فاير؟ يعني دلوقتي انا اتحمست دلوقتي، بتغدري بيا وبتكسري بقلبي وتدوسي على قلبي ليه؟ قلبي ده بيتكسر يا بت يا فري فاير بيتكسر. بالله جيب. طب استنى كده نروح يمين شمال واحد. يلا 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 فاضل لفتين يا جدعان، تفتكروا هيجي لنا انا اخر لفه هيجي لنا السكن الجديد ده ولا لا؟ اخر لفه ايه السكن الجديد؟ يلا 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 يلا
يلا هو 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 يا لهوي ماشي ماشي حلو 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 قوي. المهم ان جبنا حاجه ده برده من هنا ماشي حلو قوي، بس انا مش هسكت، انا هجيب ده جدعان، هجيب ده، هجيبك يلا هجيبك. ماشي ما علينا. دخلنا دلوقتي بقى ايه على الحضنه، دخلنا الحضنه، الحضنه الرايقه، الحضنه اللي فيها لبس جامد وبتاع بينور من ورا، ايه الجمدان ده. ماشي دخلنا على السبدال كده، انا بزعق جامد، بزعق وبصيح جامد، بس انا بحب، انتوا بتحبوا السياحه انا متاكد انا من الكلام ده. دخلنا بس هنا، المهم ان احنا معانا اول حاجه سبع احجار، سبع احجار يا باشا. وريني كده اللبس ده، ايه ده، هو ده لبس بنات ولا ده ايه، ده شواذ ده ولا ايه، ده بتاع بيتي اس يا جدعان ده ولا ايه، مش عارف. الواد خرع كده ليه، هو مش عامل كده ليه. ماشي وريني كده، وفي الموف وفي ده وفي ده، طبعا دول ما بينوروش من ورا، تمام، دول ما بينوروش من ورا، احنا معناش من ده ماشي، دول ما بينوروش من ورا، بس احنا عايزين اللي بينور ده بصراحه، بصراحه انا عايزه، انا جاي معاه بده. ثلاث مخططات بس يا فري فاير، وحبوسك وحبوسك وحبوس مين يبوسك. ماشي دخلني هنا بقى ايه يا باشا، على اللفات الرايقه واللفات الجامده اللي هنجرب فيها كل حاجه، معانا 40 بطاقه حضنه، ولو خلصوا هجيب تاني، انا مش هحل السكن ده، انا مش هحل، انا فقير اه، بس قلبي قوي، قلبي قوي باخواتي اللي بيتابعوني. ماشي خمس لفات، استنى بس احنا معانا كام، 42 لفه، يبقى ايه نجربه اتنين لفه، اتنين لفه فرط، تمام. اول واحده فرط، ممكن فري فاير تعملها معانا، ممكن فري فاير تقول الواد ده غلبان وشقيان وبيصور فيديوهات جالنا حضنه، حلو 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 جالنا حضنه، يبقى نعمل تاني واحده كمان، واحده كمان، وانا شاكك ان فري فاير هتظبط الكلام معانا، انا شاكك، ما جالناش اي حاجه ولا شاكك ولا منيل. طب واحده فرط بسرعه، جالنا بتاعت حضنه، واحده فرط بسرعه، يلا يلا بسرعه، جالنا حجر، حلو قوي حلو قوي، بدايه مبشره، بدايه مبشره، بدايه مبشره. نبدا بقى ايه بقى على 40 لفه، نبدا بيه بقى لاجل جيش الغلابه، لاجل كل واحد غلبان دلوقتي، لاجل كل واحد انا بحبه في الكومنتات دلوقتي. يلا اول حاجه مخطط، يلا يا مخطط اهو يا جدعان، يا نهار اسود على الجمدان، من اول خمس لفات مخطط، قلت لكم لاجل جيش الغلابه كل حاجه هتيجي، قلت لكم لاجل جيش الغلابه كل حاجه هتيجي، ضمننا مخطط، ولسه معانا 35 لفه، احنا كده خطتنا ماشيه صح ودعوتكم مشيت صح. يلا يلا خمس لفات كمان، خمس لفات كمان، انا حاسسها هتيجي، حاسسها هتيجي، وهجيب لنا مخططات وهتلعب معانا واحجار وكلام. يلا يلا دايموند، حلو حلو، جالنا دايموند رويال، ماشي. طب ماشي عادي عادي عادي، تاني خمس لفات، ايه خمس لفات اللي انا قلتها، تاني خمس لفات ما جاتش، يبقى تالت خمس لفات، ونقول بسم الله لاجل جيش الغلابه اللي بيتغابى، ولاجل كل الناس الحلوه اللي بتحط لايكات. بطاقه حلو، بطاقه اللي هو بتاعت الويبوند دي حلوه قوي، حلوه قوي، بتاعت الاسلحه عشان نجيبوا السلاح. ماشي انا راضي انا راضي انا راضي، ما جالناش ده، ندخل على السلاح على طول ولفه على طول، طخ طخ، ما جالناش اي حاجه، نفتحه ده هيجي لنا، ايوه هيجي لنا بتاع، انتوا مش فاهمين حاجه انا بعملها دلوقتي، ده جليتش اصلا. بص 10 لفات من هنا على طول، انا واحده مجانا فاهم، اللعبه تحسك غلبان. يلا 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 بسرعه 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 بسرعه، خش هنا على طول، خمس لفات ماشي. يلا يا رب الجليتش ينفع، يا رب اللي انا عملته ينفع، حاسه هينفع يا جدعان، حاسه هينفع، بتقعد حضنا حلو، بدايه خير، يبقى الجليتش بينفع، الجليتش بينفع. يلا 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 بقى، يلا حلو حلو حلو، جالنا بتقعد حضنا، وده يبقى نفتح على طول كده بسرعه ماشي، 10 لفات هنا هنا، يلا بسرعه بسرعه، عايزك سريع معايا، عايزك سريع معايا، 1 2 3 يبقى 4 ماشي، خمس لفات بسرعه، حجر حلو، يبقى احنا كده ماشيين في الطريق الصح، احنا ماشيين في الطريق الصح، بس انا كده شكلي مش هجيب اخر سكن يا جدعان، اخر سكن اللي هو بتلاته، يا نهار اسود. طب انا معايا 15 لفه، 15 شكل عشحن تاني يا جدعان، شكل عشحن تاني، بالله عليك بالله عليك يا فري فاير. طب هو استنى بس كده ايه، تاني واحد ده بينور برضو، بس ده اجمد، ده اجمد قوي، ده اجمد قوي قوي يعني. ماشي خمس لفات، خمس لفات، يا رب يا رب، انا بصوا، انا هصوت 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 لو جالي وجبته فعلا، عشان احبه وبحبه جدا. يلا خمس لفات ان شاء الله ان شاء الله، يلا جيش الغلاب، جيش الغلاب، ادعي جيش الغلاب، ادعي ادعي، وحط لايك ويبن، حلو حلو حلو، اهو مخطط 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 كمان، مخطط كمان مخطط كمان مخطط كمان، وحجر حلو حلو قوي، الكلام ده حلو قوي كده، احنا فاهم ماشيين في الطريق الصح، ماشيين في الطريق الصح. انا صدعتكم انا صدعتكم، بس السياح ده مهنتي في الحياه، السياح ده مهنتي في الحياه. 10 لفات من هنا، انا مش عارف انا بلف في ده ليه، انا خلصت هنا اللي حي اللي بعمله ده، في اوضه ال 20، افتح لي طب الحاجات دي بسرعه 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 بسرعه. طب اخر 10 لفات يا جدعان، انا هعمل حركه، هعمل حركه، والحركه يا رب تنفع، والحركه بركه، يلا بينا. استنى روق 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 روق، ماشي انزل كده تحت يا باشا، نجيبه ادم الرايق،
وجيب السلاح نشيله الاسلحه ونشيله كل حاجه. هات هات كده ده زهره وبعدها اخفيه بسرعه بسرعه، انا عايزك تسريع معايا، عايزك تسريع معايا تمام. وعايزين الخزنه نشيل الشنطه ونشيل كمان البطريق اللي ورايا ده. استنى بس كده ايه، عايز الشنطه، الشنطه بتتجاب منين يا جدعان؟ الشنطه بتتجاب منين؟ مجموعه هي مجموعه هي مجموعه. عايزين ايه نعملها ايه؟ ماشي اعمل كده ماشي. والبطريق وسع لي وسع بس وسع. بنسوق رقم واحد انا الاول، انتوا زيرو جنبه كسور شبه بعض في كل حاجه. مش عارف عارفين انتوا نادي حاجه، انا متابع للراب والشغله دي ماشي. ايه اللي انا بقى ايه اللي انا بعمله ده؟ وريني كده يا باشا ايه عايز بقى ايه. الحيوان الاليف، الحيوان الاليف، وشيل لي ام البطريق، شيل لي ام البطريق. انا كده ايه واحد كتيان. ونبدا بقى في مود الغلابه دلوقتي. انا غلبان يا جدعان، اشحنوا لي الوك بليز. اللي هيشحن لي هديله، اللي هيشحن لي هترد له في ميزان حسنات، استغفر الله. اللي هيشحن لي هدهيله هدهيله وهعيط هعيط هعيط هعيط. ادعوا لي يا جماعه ادعوا لي. استنى اخش يا معاذ، يا معاذ يا معاذ ادعي لي يا معاذ، ادعي لي يا معاذ، خد خد قلبه ادعي لي ادعي لي ادعي لي. طب طب حبيبي يا معاذ، استنى معاذ، معلش يا معاذ، معلش يا معاذ، معلش يا معاذ. جدعان انا غلبان، معيش فلوس. استنى معاذ، انا معيش فلوس تمام، هخش دلوقتي وابدا احرق. معيش غير 10 بطايق حضنه، معيش غير 10 بطايق حضنه يا جماعه يا جماعه يا جماعه، حسوا بيا يا جماعه، ابعتوا لي اي فلوس يا رب. انا ممكن انتحر لو ما جاليش مخطط يا جماعه. استنى يا لو ما جاليش ماشي. يا جدعان يا جدعان انا تعبان او معيش فلوس. حجر حجر، لا انا عايز مخطط، عايز عايز مخطط حي. استنى 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 ماشي ماشي. اخر خمس لفات يا فري فاير، يا فري فاير يا فري فاير، خمس لفات يا فري فاير. يلا يلا يلا، هي هتيجي هي هتيجي، انا حاسسها حاسسها حاسسها. يلا 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 يلا، فرحيني فرحيني وفرح قلبي، فرحيني وفرح قلبي. بالله عليكي بالله عليكي يا فري فاير، بالله عليك يا صخ. طب اخر لفه، ايه ده ايه ده؟ انا جالي والله بتاع ده، انا جالي بتاعت حضنه. راحت فين راحت فين يا فري فاير يا نصابه؟ طب انا هروح اشحن تاني يا جدعان، هروح اشحن تاني. الشحاته مش جايبه سكه ومفيش حاجه جايبه سكه، هروح اشحن تاني وجاي لكم. ودينا رجعنا يا جدعان بعد ما جبنا الجواهر بعرق جبنا كده فاهم، احنا اللي جبناه وما شحتناش ولا عملنا اي حاجه. دخلني كده على متجر السفاح على طول، وهات لي 15 بطاقه حضنه ونشوف. ادعوا يا جدعان، عايزكم تدعوا 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 ليا ولخال اليتيم. يا نهار اسود، استنى بس كده، هات 15 هات 15، عايزين نجيبوا 15 يا جدعان ونخش ونشوفوا ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل. هات كده 15 15، مفيش توب اب صح؟ مش انا كده المفروض شحنت فهيجي لي توب اب؟ ثانيه كده ثانيه 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 ثانيه، حدث الشحن اهو. ايه ده، ده انا جالي توب اب وثلاث بتوع حضنه، حلو قوي الكلام ده، جامد جامد قوي جامد قوي. حلو، جت بفايده جت بفايده موضوع التوب اب ده. دخلنا على اللاك رويال يا معلم يا معلم يا غلبان يا جامد. نرجع بقى لمود الغلابه، احنا دلوقتي غلابه كلنا ايه غلابه. خلينا نخش بقى ونشوف ايه اللي هيحصل. فاضل لنا واحده بس، واحده بس من المخططات، ونظبط الكلام ونروق الكلام ونعمل احلى لبس في العالم. يلا بينا. ودي بقى ايه؟ لاجل كل جيش غلابه اللي بيتغابه وبيضرب الكلام، وان شاء الله هيجي لنا مخطط من اول خمس بطايق حضنه. يلا بينا يلا فري فاير، بطايق حضنه. حلو حلو، حجر. طب انا معايا احجار كتير. طيب انا معايا احجار يا جدعان، هو فين البطايق الحضنه اللي بتجيلي دي؟ طب ما هو كل شويه فين بطايق الحضنه دي؟ هو مش المفروض 15؟ انا مش فاهم، مش لسه جاي لي واحده دلوقتي؟ ما علينا ما علينا، خلينا دلوقتي في خمسه كمان. ودي بقى ايه؟ لاجل كل واحد دلوقتي دعالي. يلا يلا يا فري فاير، والله العظيم هفرح قوي هفرح قوي عشان هفرحكم، والله العظيم عشان انتوا هتفرحوا فانا هفرح برضه. حجر يا جدع، انا كام حجر ده؟ 30000 حجر ليه يا فري فاير؟ عايز مخططات. فاضل 10 يا جدعان، فاضل 10. تفتكروا هيجي لنا ولا لا؟ تفتكروا هيجي لنا ولا لا؟ خمس بطايق، بسم الله بسم الله يا رب. يا فري فاير انا فقير يا فري فاير يا فري فاير، مش هينفع كده مش هينفع، بالله عليك جيب لنا مخطط واحد، انا شحنت تاني عشانك عشان مخطط ده. يلا يا فري فاير فرحيني. عمرك ما تفرحي حد، عمرك ما تنسفي حد كده، عمرك عمرك. هعيط هعيط، معايا خمس بطايق حضنه بس، اخر خمس بطايق حضنه، معيش جوهر تاني، شحنت بكل اللي معايا، طب اعمل ايه تاني؟ طيب خمس بطايق خمس بطايق، وهي دي هي دي ان شاء الله. يلا يلا يا فري فاير، يلا 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 بالله يلا بالله، مخطط مخطط، هي جايه هي جايه، اخر واحده اخر واحده.
طب اعمل ايه طيب؟ طب اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه في حياتي طيب؟ ليه كده يا فري فاير؟ هات الويبون هات الويبون نفتحه الاتنين اللي جولنا دول، هات كده ممكن يجي لنا اي حاجه نفرحه طيب اي حاجه. طب انا كده الحظ القرف ده، ايه الحظ ده بجد؟ هو كده انا المفروض اجيب ايه؟ هجيب الازرق، الازرق ده وحش يا جدعان، الازرق ده وحش، هو ده اللي اجمد واحد يا جدعان. طب والله اروح اشحت عشان احرقهم، بستنوا يا جدعان استنوا جاي تاني. طب يا جدعان سكه ودغري دي اخر شحنه هشحنها، لو ما جاش خلاص انا تعبت والله العظيم تعبت. استنى كده بس ندخل نشحنهم، انا كده شحنت بكام يا جدعان؟ والله العظيم حرام حرام، انا مش عارف اعمل ايه تاني طيب. احيانا صرفت كام بطاقه حضنه انا كده، وصرفت كام جوهره، اقسم بالله لو ما جاش انا بصوا هنتحر هنتحر هنتحر، انا كده خلاص خلاص عملت اللي عليا وشحنت كل الشحنات اللي اقدر عليها، اعمل ايه تاني طيب؟ بسم الله بسم احنا نسمي الله نسمي الله وندخل. وبصوا بدون كلام كتير بدون كلام كتير يا رب يا رب، ودي الاجل انا واجل جيش الغلابه اللي فعلا انا هعيط لو ما جاش عشان صرفت كتير قوي عليه. يلا يلا اهي اهي. طب كان فين من زمان؟ كان فين من زمان؟ استغفر الله العظيم يا رب، لازم اشحن كل الشحن ده واحرق كل الحرق ده يعني عشان يجي لي، حرام يا جدعان. طب رضيني بقى رضيني بقى وجيب لي اي حاجه من استغفر الله العظيم يا رب. يلا 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 يلا، لا هي بايظه هي بايظه هي بايظه، خلينا نخش ونجيبه الحضنه واغسل قلبي مع اني مش عارف اغسله خلاص، انا بوست خلاص، انا فاهم تعبت نفسيا. فتح 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 يا رب يستاهل، بس يا رب يستاهل بعد كل اللي انا عملته ده. اعمل تزويد كده، استنى طلعني بره على الروقان على الجمدان، صرفت عليه كتير قوي بس جامد جامد ورايق. دخلني كده يا باشا بقى ايه عايز ايه بقى يا باشا؟ عايز اظبط عليه طقم. وريني كده بس ايه دماغ الساكوره، اول حاجه اهم حاجه دماغ الساكوره على البتاع ده، اهم حاجه ايه دماغ الساكوره. ايه ده فين دماغ الساكوره؟ الاكونت باظ اهو. دماغ الساكوره جامد قوي يا جدعان، جامد قوي 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 يعني. وبس كده يا جدعان، هو ده كان فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل الجرس، ولو وصلت لحد هنا اكتب هاشتاج اسوأ حظ في تاريخ فري فاير، اسوأ حظ بس مش مهم مش مهم، المهم ان انا طورت الحساب شويه وفرحتكم. يا رب تكونوا اتبسطتوا في فيديو النهارده وفرحتوا، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله الساعه 9. السلام عليكم وبركاته، سلام. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as you'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my